المشكل اللي كاين اخويا اللي خالقه هو التواجد ديال هاد الصناديق ديال القمامه اللي كاينين هنايا. فزنقت بكره ملتقى زنقت بكره وزنقت البروج امام مقبره اهل فاس، بحيث ان هاد القمامه هذه هاد صناديق القمامه كتسبب في الاجتماع ديال النازوك ديال الاس دي اف اللي كيعطيو الجميع ديال كيتعاطاو الجميع ديال الانواع الممنوعات بما فيها لانكول بما فيها السيليسيون بما فيها داك الدوليو، وبالتالي كتولي مشاكل هنايا وكتولي القتيله بالليل هنايا. ومؤخرا راه واحد مسكينه واحد من اصحاب الاس دي اف تجردات من الملابس ديالها كامله والغوات هنا، وما عندهم زائد الالفاظ النابيه والكلام الساقط. واليوم ولاو الوليدات ولاو صابوا بالذعر وبالفزع نتيجه هذه الاعمال هذه. فاليوم حنا كساكنه وكمجتمع مدني كنطالبوا السلطات المعنيه والسلطات المختصه باش ان اول حاجه اول مطلب هو ازاله هذه صناديق القمامه، وثاني حاجه ايجاد حل لهاد الناس ديال الاس دي اف اللي ولا العدد ديالهم كيتزاد يوم عن يوم، ولينا كنشوفوا فيهم مراهقين، ولينا كنشوفوا فيهم الناس دي مينور ولاو كيتوالدوا. راه كانت واحد النقطة سوداء إلى في شارع الزرقطوني ديك الفيلا راه شحال وهي تما عاد حيدوها، دابا راه هما ملي تحيدوا لهم تما راه تفرتكوا ولاو كيجوا ومن ضمن البلايص اللي كيجيو لهم كيقصدوها هذا المكان هذا. وراه الاخ راه خد الصور ديالهم زناهيك على الكلاب الضاله اللي كتكون صاحبه لهم. فبالليل راه كيولي هذا المكان هذا مقفهر وما تقدرش تدوز من هنايا نتيجه لهذيك الضوضاء اللي كيحتوا وداك الصداع اللي ديك المشاكل اللي كيديروا. وكتلقى كلشي مسلح، راه دابا كاينين شي وحدين باقيين كاع ما بانوا، راه كيبانوا حتى الليل حتى كيظلم الحال وتسدوا القهاوي وتتخوى الدنيا عاد كيجيو من هنايا. فمطلب ديال الساكنه ديال زنقة بكرة وزنقة البروج هو إزالة هاد الصناديق ديال القمامة اللي متواجدة هنايا، زائد حل المشكل ديال هاد الناس ديال الاس دي اف اللي بطبيعة الحال حتى هما مواطنين مغاربة، وزعما كندعيو معاهم باش الله يعفو عليهم والله يرد بهم. احنا ما عندناش شي حل ليهم، ولكن راه أداو هاد الناس هادو أداو هاد الساكنة هادو اللي هنا كيبرزطوهم في الراحة ديالهم اليومية وكيبرزطوهم في النوم ديالهم. فلهذا احنا كنبغينا السلطة إن شاء الله مشكورة السيد الباشا ولا الإخوان ديال العمالة باش أنهم يلقاو شي حل جذري وشي حل يكون لهاد الفئة هادي. وزائد أن كاينة حرمة ديال المقبرة ديال أهل فاس، هاد المقبرة التاريخية اللي مدفونين فيها أجداد ومدفونين فيها ناس مقاومين ومدفونين فيها مواطنين، والموتى عندهم حرمة. ملي كيبدا بالليل الشراب هنايا والمشاكل هنايا، إذا المقبرة بقات عندها حرمة. لا الأموات في سلام ولا الأحياء في سلام، كلشي متضرر. كما كتشوفوا هنايا المعاناة ديالنا حنا مع هاد الصناديق ديال القمامة هنايا اللي كتجمع هاد المتشردين والمتشردات، ومع الأسف الناس قصيرين وقصيرات، وكنعانيو بزاف من كلام النبي. يعني العائلات ديالنا متضرة، يعني مابقيتش كتقدر تريح مع العائلة ديالك، يعني بالليل الكلاب الضالة، النباح ديال الكلاب كلاب الضالة ولاو كيتجمعوا كلاب الضالة كأنك في البادية الليل كامل ما كتقدرش تنعس، زيد المضاربات زيد يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. حراقي مع الأسف حراقي، وكتشوف فيه بحال هكا ما روائح كريهة. راسلتوا السلطة المحلية؟ راسلنا شحال من مرة، درنا الشكاية شحال من مرة، ولكن مع الأسف. والمطلب الأول هو هاد صناديق القمامة هي الأولى تحيد، هاد صناديق القمامة هي الأولى تحيد، حيت هي اللي كتجمعهم، هي اللي كتخليهم يجيو يتجمعوا في هاد البلاصة هادي. حيت ملي غتحيد هاد صناديق القمامة الناس الحل غيتحيدوا، هاد صناديق القمامة يتحيدوا الساكنة غيلقاو الحل لراسهم في هاد المشكل.